ليست هذه أعمدة دخان معركة، إنه دخان إطارات محترقة لإذابة القير المستخدم في طلاء أسطح المباني. مع بداية الشتاء ولجوء بعض العمال إلى هذه الطريقة، يتعرض مئات من سكان الفلوجة لحالات الاختناق. ذاك اليوم أبويا مريض والله، هو وجيراننا زفته واختنق بالليل بثنتين بالليل، الله وكيلك المستشفى في سبيل شنو شعل له تاير. احنا نرجو من الجهات المعنية أن تتخذ إجراءات وتوضع قوانين، يعني أبسط الأمور شغلها مثلا كندية صراع على غاز أو على غير شيء، لأن هاي التيارات تسبب أمراض. ويقول متضررون من حرق الإطارات أن التأثير وصل إلى المزروعات فضلا عن أمراض الرئة. من يكون هذا المنطقة بالكربون راح تحجب، تقلل بالإنتاج الزراعي، تقلل بالحالة الصحية، أمراض الربو، أمراض التدرن، تصلب الشرايين الرئة. فإحنا بدل ما نصحح جونة نخربط جونة. وعادة ما يتزامن إحراق الإطارات مع خروج التلاميذ إلى المدارس، متسببا لهم باختناقات متكررة مع بدء موسم التغير المناخي. لاحظنا خلال هذه الفترة ازدياد حالات الاختناق والتهاب الصدر المتكرر بسبب زيادة المحروقات وحرق الإطارات والمواد المطاطية وداخل البيوت وقرب المدارس. احنا عندنا هسه موسم فيرال، هذا الفيرال انفكشن ويا حالات هذه تلوث الهواء مما يعني زادت الى حالات ان تكون اكثر سوءا. في إحصائية رسمية لشهر أيلول، سجل قطاع الرعاية الصحية في الفلوجة أكثر من 480 حالة التهاب رئوي دون سن 5 فقط، فيما يتخطى الرقم الآلاف بين الفئات العمرية الأخرى شهرياً. نبيل عزامي، يو تي في، الأنبار.